هما في مادة الفيزياء الأسرة الأسطورة والعملاق في مادة الفيزياء. ليكيب ديما رانا نخدموا على 20 على 20 في مادة الفيزياء وراهي سهلة بالبزاف، فقط تبعوني تبعوا الفيديوهات تاعي، زيدوا نحلوا شوية تمارين ونضمنوها بربي إن شاء الله. والشعار تاعنا الثاني أنه نهضروا شوية ونفهموا بزاف. اليوم شنو راح نديروا؟ راح نديروا حصة سبيسيال تاع الإسقاطات اللي هي مشكل جميع طلاب البكالوريا عندهم مشكل في الميكانيك في الإسقاطات، الميكانيك كامل يخافوها على جال الإسقاطات وهي بربي إن شاء الله سهلة ما كاين والو. واش راح نديروا اليوم؟ راح نديروا الإسقاطات تاع السقوط وراح نخليكم تكملوا نتوما. أول حاجة نقراو المثال تاعنا، فقط هذه الكلمة كورية راهي ضارب فيها الضوء، إذا ما تقدروش تقراوها عادي جدا. تسقط كورية معدنية في الهواء فتخضع لقوة الاحتكاك وقوة دافعة الخميس. أنا نعلمك كيفاه دير الإسقاط، هذا مكان يعني حصة سبيسيالمون تاع الإسقاطات. أول حاجة نحكم السيل الأحمر ونبدأ نعين كلمات المفتاحية، قال لي تخضع لقوة الاحتكاك وتزيد تخضع لدافعة الخميس، معناه عندي زوج قوى تخضع لهم الكورية. كيف نسميه في هذه الحالة؟ نسميه هذه الحالة السقوط الشاقولي، لأنه جات من كلمة تسقط، فهمنا؟ إذا هو السقوط ومادام يخضع لبزاف قوى اللي هي قوة الاحتكاك ودافعة الخميس نسميه السقوط الشاقولي. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية بيان سور باش نطبق أنا فقط راحش نديك تعلمك تكتب المعادلة التفاضلية، لكن علمك برك عندكم مشكل نتوما في المعادلة التفاضلية من مجموع القوى الخارجية يساوي ما وهبط كامل قاعدين تغلطوا فيها، ايبا خصصت لها حصة. أول حاجة ليكيب وأول حاجة وأول خطوة أنك ترسم، دوكا ما ترسمش ما تقدرش تجاوب أولا، وثانيا منهجية تاعك ماهيش كاملة. أول حاجة نرسم، واش معناتها نرسم؟ نرسم هنا واش معناتها؟ عندي كيف الفعل يسقط، أعطيني حاجة صاحبي تسقط، نعطيك مثال هاو هذا القفال تاع ستيلو، هاو صديقي العزيز كيف يسقط. منين بدا؟ بدا من النقطة أو هذه، حسنا نرسمه كدقيق. إذا بدا من النقطة هذه أو وهبط لتحتها، كي يهبط لتحتها نديرو له سهم يعني الاتجاه تاعه من الأعلى إلى الأسفل. هذا صاحبي نسميه المحور، هذا محور الحركة لازم عليا نعينه، لو كان ما نعينوش ما نقدرش ندرس أي حركة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نرسم المسار تاعي، ياخ الجسم جاي من فوق لتحت، صح ولا لا؟ الجسم جاي فوق لتحت معناه جاي منا هاهو ويهبط، فهمنا ليكيب؟ إذا حاجة سهلة بالبزاف، هذه هي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية لازم نعين القوى، القوى أنا واش نعرف في السقوط الشاقولي؟ نعرف ليكيب ثلاث قوى، نعرف قوة الاحتكاك، عفوا قوة الثقل، نعرف قوة الاحتكاك، ونعرف دافعة الخميس، ثلاث قوى نعرفهم. قوة الثقل، قوة الاحتكاك، وقوة دافعة الخميس، ولازم يكون على بالي كيفاه نمثلهم، يعني نحكم النقطة هذه نبدا بقوة الثقل، قوة الثقل دائما وابدا وطول حياتك، دائما وابدا وطول حياتك نحو الاسفل، حذاري راهم في البكالوريا كاين لي يدير لي بي نحو الاعلى راني تشوكا ليكيب، حذاري، البي دائما نحو الاسفل، تفهمنا؟ يعني البي ديما تكون جهة الارض، هاي الارض صديقي العزيز، هاي الارض. باش تعرفهم شو معناتها واش قاعد نقصد. هذه الارض البي دائما تجي نحو الاسفل. نجيو نمثلو قوة الاحتكاك، قوة الاحتكاك دائما عكس جهة الحركة، معناها إذا كان الجسم تاعنا راح يهبط يعني من الأعلى إلى الأسفل، الاحتكاك راح يكون العكس، ودائما نشوف مع السهم تاع محور الحركة، هاو السهم صاحبي راني نلونو هكا باش تعرف اتجاه الحركة. نحو الأسفل هذه نحو الأعلى، البي دائما في نفس اتجاه المحور، فهمنا؟ يعني عفوا بي دائما نحو الأسفل. من بعد نمثلو آخر حاجة اللي هي دافعة الخميس، دافعة الخميس أيضا هي عكس جهة الحركة ولكن جي تحت الاف ديما تحت الاحتكاك، امبوسيبل جي بي تعدي للاحتكاك، امبوسيبل، فهمنا؟ هذا هو ليكيب الرسم تاعنا نضيف باهي بيان. نجي دركا نطبق مجموع القوى الخارجية، عطيني القوى اللي تأثر على الجسم، عندي بي اللي هي قوة الثقل، وعندي الاحتكاك اللي هي اف، وعندي دافعة الخميس، تفهمنا؟ وش يساوي؟ يساوي ان في ا. ثاني حاجة تنسى لي اسهم اللي هما الأشعة، راح بيان سور راح نصفك، إذا عندي هام الأشعة ما ننساهمش. ثالثا الزايد ليكيب حذاري، عندي زايد، عندي زايد. بيان سور انا ما نقدرش نخليها هكا، لازم نحي الاشعه. اذا ومنه وبالاسقاط، تبعوني مليح، راني درت حصه سبيسيال ونهضر في عقلي،
وبالاسقاط وفقه. اعطيني صاحبي نسقط انا وفقه وشيه وفقه محور الحركه. شكون المحور تاعي؟ او زد. راك حر سميه او زد، او اكس، او ا، او زد، او اسامه، او اسحاق، سميه كيما راك باغي. فهمنا؟ اذا وبالاسقاط وفقه او زد نجي. هيا نسقطو ليكي. تعريف الاسقاط اللي بزاف تلاميذ يخافوا كي نقولوا هيا سقطوا يبقى يتفرج، هو انه تشوف مع راس السهم. معناها تشوف هنايا، راني يعني نحط لك باللون الاحمر، تشوف واش كاين هنا وتقارن. نبداو بالبل، هاي البي. روح قارن لي صاحبي البي، هل هما في نفس الاتجاه ام لا؟ ما نحكي لك كيما الطفل الصغير، شوف الزاد راه هابط والبي راه هابط، معناه الزاد والهابط هابطين، الزاد والبي هابطين. هابطين واش معناتها؟ في نفس الاتجاه. واش معناتها في نفس الاتجاه؟ معناها نكتب بي. واش معناتها في نفس الاتجاه؟ معناها مدير زائد هنا. فهمنا؟ هاهي زائد بي. لكن العلماء قالك زائد بي هي نفسها بي زائد جامي الثلث، نحيها عليا على ما كان. نروح عند الاف اللي هي قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك ثاني نشوف لها عند السهم تاعها. السهم تاعها جاي طالع وهنايا جاي هابط. الزد هابط، ها نكتبها لك بالدرجة، هابط. والاف طالع، هاي طالع، طالع وهابط، معناها متعاكسين في الاتجاه. مادام اف معكوس، اف عكس جهة حركة المحور، المحور نحو الاسفل، الاف نحو الاعلى، معناها متعاكسين. مادام اف العكس راح نديرها الناقص. فهمنا؟ نروح عند البي اللي هي دافعة ارخميدس. دافعة ارخميدس نفس الشيء، ها هي ليكيب، هاو السهم تاعها. نزيد ندور، السهم هذا طالع والمحور هابط، هذا طالع وهذا هابط، معناها متعاكسين في الاتجاه. كي يكونوا متعاكسين ندير ناقص. ماذا يساوي ليكيب؟ يساوي، ها يساوي ان في ار. هذا ما كان بي، هاي باينه اللي هي القانون تاعها ام جي. الاف ها هي سا ديبون كافي في ولا كافي مربع، ما على باليش، على حسب التمرين. البي اللي هي رو في 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 جي. والناس اللي تغلط صاحبي، عندك رو هواء، في جسم اللي هي كتلة حجمية للهواء، في حجم الجسم، جي الجاذبية يساوي ام. الأ هذه راهي عبارة عن دي في على دي تي. ويقول لك التمرين لقى معادلة الحركة، دبر راسك رانا درنا فيديوهات عليها. المهم ما تزيدوش لي كيف تغلطونا في الإسقاطات. هذا بالنسبة للسقوط الشاقولي، سهل بالبزاف. نروح عند السقوط الحر. تسقط كرية معدنية في الفراغ فتخضع لقوة الثقل، وفقط نسطر الكلمات المفتاحية قوة الثقل ونزيد سطرين على وفقط. وش معناتها؟ معناها راني في السقوط الحر وشفناها سابقا في الدرس. اول حاجه واش راح ندير؟ كي العاده ليكيب راح ندير التمثيل تاعي. التمثيل تاعي لازم يكون تمثيل نظيف. اول حاجه نرسم المحور، المحور غادي يكون نحو الاعلى ولا الاسفل. كلمه تسقط معناها جايه من الاعلى نحو الاسفل. هاي ليكيب من الاعلى نحو الاسفل. هاي نسميه او اكس. واحد ما يدبر عليا، نحب نسميه كيما نبغي انا. اذا عندي هذا المسار، نروح نمثل القوى. واش قال لي؟ لقوه الثقل وفقط. على بالي قوه الثقل دائما تجي نحو الاسفل، هذه على بالي بها. ها هي نحو الاسفل ونسميها بي. داكور ليكي. من بعد نبدا انا، عندي مجموع القوى الخارجيه يساوي ام ا. شكون القوى هذو؟ هذو القوى اللي هي بي يساوي ام في ا. ننسى الاشعه، راني ما نديش النقطه الكامله. ها هي البي وها هي الأ. بيان سور أن الأشعة لازم نحيهم باه بالإسقاط. إذا وبالإسقاط وفقا نسميه أو إكس. ماذا نجد؟ نجد ها هي البي هذه كيف تولي؟ تولي بي. نشوف هنا دائما عندي هنا بي وعندي هنا في نفس الاتجاه، هذه جاية هابطة وهذه جاية هابطة. مادام هابطين راح نحط نفسها زايد، عندهم نفس الاتجاه نحط زايد. كما قال لك الزايد في الرياضيات ما يأثرش، لأنه زايد بي هي نفسها بي. ماذا يساوي؟ يساوي ام في ا. ومنه يا اخي على بالنا بلي بي هي نفسها ام في جي يساوي ام في ا. نحي صديقي ام مع ام تروح لي وتبقى لي ا يساوي جي. تحب نكملوا معادلة تفاضلية؟ ومنه انا حافظ باللي ا يساوي دي على دي تي. وش من دي؟ دي ام بين دي في. كاش دي ام هذه خلاص. اذا ومنه الدي في، هاي الدي في على دي تي يساوي جي.
هذا ما كان ثم هذا هو الديفو تاعكم. كي تلحقوا هنايا الاسقاط واحد يدير زايد واحد ناقص واحد كيما يحب، ما كاينش كيما تحب، تبع لي المحور تاع الحركه. بعد ما خلصنا السقوط نروحوا في الحركه وفق مستوي افقي، مستوي الافقي. نقراو المثال تاعنا. يسير الدراج على الطريق، هنا الجمله اللي ما بيناش من لا لامب باك نقراها لكم. يسير الدراج على الطريق ويخضع اثناء حركته لقوه الاحتكاك. اول حاجه سطر الكلمات المفتاحيه اللي هي يخضع اثناء حركته لقوه الاحتكاك. قوه الاحتكاك كيف هي رمز لها؟ يرمز لها اف. اكون في الباك نقول لك الاحتكاك تقول لي بي، علاه؟ لانه جو الباك ماشي جو نفسه الجو تاع الدار. اول حاجه مادام عندي مستوي افقي معناها طريق افقيه. واش ندير انا؟ نمثل الدراج. الدراج هذا عباره عن نقطه ماديه عادي جدا. بيان سور زوج قوى نعرفهم انا في المستوى الافقي وباينين بزاف اللي هما البي وهما الار، فهمنا؟ هادو لازم يكونوا بلا مزيد حتى واحد، فهمنا ليكيب؟ يعني ماشي حتى يقول لك الاحتي، يبقى يقول لك تخضع الى قوه الثقل وقوه رد الفعل. شويه يكونوا واعيين بين اي جسم عنده قوه الثقل هاهي اللي هي بي تكون دائما نحو الاسفل، وعنده واحد القوه يقولوا لها قوه رد الفعل تجي افقيه وعموديه بيان سور، هاي لي كيب الار يسميوها، فهمنا؟ هذه هي الار. البي والار يجيو نفسهم، فهمنا؟ نروحوا هنا نمثلوا قوه الاحتكاك عادي جدا. قوه الاحتكاك دائما تاتي عكس جهه الحركه. السؤال اللي نطرحه على نفسي، استاذ وين راهي جهه الحركه؟ نقول لك مثال، هذه هي جهه الحركه. تقول لي معناها انه الاحتكاك هذا هو استاذ الاحتكاك، هذه هي قوه افقيه، هاي نورمال ماسيه نورمال، بصح انا برك باش تشوفوها اي اف يجي شويه السهم تاعها هابط هنايا، فهمنا ليكيب؟ يعني بلاستيكي ستايل، لكن انا طلعتها هكا شويه باش تشوفوها. اذا شفتوها بيان نعاود نرسمها، ها هي ليكيب تجي هكا، ها هي ماشي تجي منطبقه على المسار، لا لا تجي شويه مماسيه كي شغل كيما الماماس، راح تمس برك الطريق تاعي، هذه هي اف، فهمنا؟ اذا نبقى انا نكتب القوى. ما هي مجموع القوى الخارجيه؟ عندي البي وعندي الار وعندي الاف، وش يساوي؟ يساوي ام ا. بلا ما نوصيكم على الاشعه، ليس الاشعه ما تقولش حقرني في الباك، فهمنا؟ اذا بي وعندي ار وعندي اف وعندي ام ا. بلا ما ننسى الزايد تاعي بيان سور اللي هو الزائد وزائد. انا ما نحتاجش اي عباره شعاعيه، لازم ندير لها اسقاط، صح ولا لا؟ اذا وبالاسقاط، ها هي وبالاسقاط وفق المحور. ايوا حنا ما درناش هنا محور، لازم لنا محور. الاساتذه اللي يقولوا للتلاميذ المحور هذا خير اي محور، كيف نخير اي محور؟ ما رانيش انا في الصوب ولا باش نخير اي محور، لا لا، اي محور لازم نتبع جهه الحركه. هذه اول حاجه، نتبع جهه الحركه ونشوف الجسم واش يسلك. شوف تبعني مليح، نفرضوا انه هذا هو الدراج، هاو الدراج هنا، شوف كيف يمشي، هاو بالفيلو يمشي هكا، تبع معايا مليح. انا نحكم السيلو نتبع الدراج تاعي، هاو يسلك منا يسلك منا يسلك منا يسلك منا يسلك منا يسلك منا. شوفوا واش رسمت ليكيب، رسمت هذه، اذا هذا هو المحور تاعي، فهمنا؟ هاي صديقي المحور يجي بيان سور افقي، ما يجيش معوج، هذا هو المحور تاعي اللي باللون الاحمر. الجهه تاعو باين، الدراج رايح هكا معناه جهه الحركه هذه هي، ايبان هاي الجهه تاع المحور تاعي، فهمنا؟ هاي نسميها انا مثال اللي هو اكس، سامحوني باك ستيلو ما يكتبش، اذا اكس واكس فتحه، فهمنا؟ هذا هو راس المحور، ها هو هذا هو المحور باش تشوفوه مليح، فهمنا ليكيب؟ اذا هو بالاسقاط وفق المحور اكس اكس فتحه، تحب تسميه ايكغيك ايكغيك فتحه لا حرج في ذلك، فهمنا؟ اذا اكس اكس فتحه ومنه، تبعني مليح، اذا ومنه. بعقلي انا نبدا بالبي، كاينه قاعده في المستوي الافقي بلا ما نهضرها لك، القاعده تاعي هاي نكتبها لكم هنا، انه بي او عفوا بي زائد ار بلا ما تخمم وبلا ما تخدم عقلك يساوي الصفر. علاه؟ لانهم عند نفس القوتين متعكسين في الاتجاه، فهمنا؟ كيما نقولوا حنا ناقص 3 زائد 3 واش يساوي؟ يساوي الصفر. بي زائد ار في المستوي الافقي بلا ما تخدم راسك يساوي الصفر. واش يبقى لي؟ تبقى لي الاف، هاي الاف واش يساوي؟ يساوي ام في ا.
ها روحوا الاف هنا كيف مخدومه؟ هنا عندي الاف رايحه جهه اليسار، وهنا عندي المحور رايح جهه اليمين، متعاكسين في الاتجاه. مادام متعاكسين في الاتجاه حط لي هنا ناقص، ستيلو ما يكتبش الاحمر، حط لي هنا ناقص. فهمنا؟ اذن عادي ومنه واش تبقى لي؟ تبقى لي باللي ناقص اف يساوي ام، على بالي باللي الا يساوي دي في على دي تي، وهذه معروفه بيان سور. خي على بالنا باللي الا القانون تاعو دي في على دي تي، عطيتها لكم في الدرس. اذا هي دي في على دي تي صاي. تحب تكتب مثال معادله الحركه؟ واحد ما يمنعك. الدي في على دي تي يساوي وشي؟ هاي ناقص هاي ليكيب ناقص هاي ناقص اف. يا خي ناقص اف نقسمها على ام نديرها في اطار. انا لها غايتها انه مش نكتب معادله تفاضليه، نعد لان عدتكم ونوريكم كيف يدير الاسقاط. فهمنا؟ بعد ما خلصنا ليكيب المستوي الافقي نروحوا لاخر حاجه اللي هي المستوي المائل. بالنسبه للسقوط المائل ينزلق متزحلق وفق ا بي، حيث يخضع اثناء حركته لقوه الاحتكاك. اول حاجه اللي هي سيد الكلمات المفتاحيه تاعي اللي هي قوه الاحتكاك، هنا هي قوه اضافيه بيان سور. واش عندي هنا؟ عندي هنا مستوي مائل، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه جامي ننسى هذه الارض، داكور؟ بلا ما ننسى ايضا الزاويه اللي شكلها المستوي مع الارض. فهمنا ليكيب؟ اذا هذه الفا. اول حاجه اللي نبدا بها مثل القوى تاعي بلا ما ننسى. عندي اول قوه اللي هو قوه الثقل، هاي الجسم ماشي قوه الثقل هكا ليكيب، قاعدين ديروها هكا في الباك وعلى بالي قادر تعاودوها. هاي قوه الثقل ونمثلو ما نخافش، ماشي نمثلو في الباك هكا كاينين وحايد يمثلوا لي هكا في شي هنا. اذا عندك صاحبي البي، هذه هي هذه هي البي. نزيدو نمثلو الار، قلت لكم الار جامي تمثل بيدك الار، الار تمثل عموديه، عموديه على واه المستوي. حط صاحبي مسطره هاهي، هاي الزاويه القائمه اللي راح نستخدمها، هذه هي. نحط صاحبي المستوي تاعي ونشكل زاويه قائمه ونرسم الار تاعي نكبرها. اذا هذه هي الار اللي هي رد الفعل. فهمنا؟ بالنسبه لقوه الاحتكاك بين مادام الجسم ينزلق راح ينزلق كما لا ينزلق يطلع، امبوسيبل راح ينزلق منا. يبدا نقولوا حنا منا، اذا راح ينزلق، هذه هي جهه الحركه. هاي صديقي العزيز، مادام جهه الحركه هنا قوه الاحتكاك دائما تاتي عكس جهه الحركه. نروح مثل قوه الاحتكاك ببساطه، دائما عكس جهه الحركه هاي باللون الاسود، وتكون افقيه ومماسيه. هاي واش معناتها مماسيه؟ يعني تقرب شويه بينتها وبين الطريق تاعي شويه باك. اذا هذه هي اف. فهمنا ليكيب؟ حاجه ما كاينه صعيبه. من بعد واش ندير؟ كاينين عندي في المستوي المائل زوج محاور تاع الحركه لازم نديرهم قبل ما نبدا، لانه على بالي راحين تنساوهم. المحور الاول هو محور الحركه، وراه محور الحركه. محور الحركه دوك الجسم هذا كي يجي يهبط صاحبي، او كيف يهبط؟ ها هو الجسم يهبط هكا، نعاود لك، يهبط هك، ها هو هك، معناه هذا هو المستوى الحركه تاعي. ها داكور، طاقت معوج شويه، هذا هو المحور تاع الحركه تاعي. بيان سور محور الحركه مادام الجسم راح يهبط هكا، هذه هي جهه الحركه، راح ينزل هكا. اذا هذه هي صاحبي الجهه تاع المحور تاعي. بالنسبه اللي قاعدين يديروا هكا في الباك ويدير له هكا، المصحح هنا ما راحش يفهمك كيف تقول له رايح ادروات ورايح اغوش، ما تصرحش صاحبي العزيز. اذا حيلو منا ومددها لبرك، سميها كيما تبغي، انا نسمي ا اكس. فهمنا؟ تحب تسمي او اكس 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 فتحه واحد ما يدبر عليك. من بعد نجيو للمحور الزاوج اللي هو المحور تاع العمودي ايكغيك ايكغيك فتحه ولا او ايكغيك. هاهي نحكم المسطره نحطها فوق الار ونبدا ندير خطوط متقطعه. هاهي هاي تحب نمدد لك ما هو راه مشكل. ها نزيد نطلع لفوق. هاهي صديقي العزيز بون، انا نفهمك في حاجه. الجسم كي يمشي يخوى فوق المستوي، ما قاعدش يحفر ولا مش حاجه تحفر تدخل لي تحت الارض. اي با معناه ديرونا هكا برك في المحور. الجسم هذا سخايل هكا، هذه هي الارض منا معمره تراب. كيف الجسم قاعد يدخل هنا قاعد يدخل تحت الارض؟ لا لا، الجسم قاعد يمشي على الحركه هنا، معناه راهو فوق سطح الارض في الجهه هذه. شوف مليح معايا يدي مادام في الجهه هذه. اذا هاهي الاتجاه تاع المحور تاعي.
فهمنا نحي عليا هذه. هو في الجهه هذه من الفراغ من الهواء من كما نقول حنا الكون كامل، هذا هو هو الجهه هذه. اذا الجهه نحو الالات فهمنا، نسميها ايغريك ايغريك فتحه كما تحب تسميها. هذو هما الحوايج لا باز اللي راح نديرهم بلا ما نساو فقط قوه الثقل اللي لازم نتكاو عليها فقط التفاصيل. اذا ها هي البي، البي خي تفهمنا باللي يجي نحو الاسفل، هذا مكان المحور تاع الحركه هذا هو. بيان سور كون يقول لي الجسم يصعد هنا نحي هذه وعندك الحق دير لي هكا فهمنا، لكن ها هي لو كان قال لي الجسم يصعد لكن بما انه الجسم ينزلق ينزلق في الجهه هذه فهمنا. اذا واش راح ندير؟ راح نحصي القوى تاعي. القوى عندي قد عندي القوى، عندي بيان سور ثلاث قوى. نبداو بالقوه الاولى، اذا مجموع القوى الخارجيه تساوي ام في ا بلا ما ننسى الاشعه تاعي. ها هي ليكيب من حاجه كي نديرها بالزاك على بالي تنساوها. بيان سور راح نحصي القوى ومنه اعطيني القوى اللي تعرف هنا اللي عندك. عندي بي صحيت، عندي اف صحيت، وعندي ار. اذا بي عندي ار وعندي اف، وش يساوي؟ يساوي ام ا. تفهمنا؟ اذا ما ننساش الاشعه كنت نساهم راحت لك النقطه، نبقى نعاودها لك لانه داخله في اطار المنهجيه بيان سور. وما ننساش الزايد هنا بيان سور، عندي عباره شعاعيه ما راحش نخدم بها هكا، لازم ندير الاسقاط. اذا وبالاسقاط وفق هاي ورك. تقول لي استاذ راح يسقطوا وفق ايكغيك ايكغيك فتحه ولا وفق ا اكس؟ انا نسقسيك سؤال، الجسم كي قاعد ينزلق ينزلق هكا وين المحور؟ قاعد ينزلق لي هكا ولا قاعد ينزلق هكا؟ بين الجسم ها كي نطبقوا ها، ماشي الجسم كي نقول ينزلق قاعد يدير هك لا لا، ولا قاعد يدير هك لا لا، الجسم هاك فين ينزلق؟ كونطلق ستيلو ها عفوا كونطلق ستيلو هكا يجي. اذا وفق المحور ا اكس، اذا وبالاسقاط وفق المحور ا اكس نجد مع بعضنا هاي البي. كيفاه دايره البي؟ لازم نديرها الاسقاط ملي كانت هكا تولي هك، ملي كانت هذه هي نقطه البدايه تولي لي صاحبي هذه هي البي تاعي هاي البي. وبيان سور مادام سقطتها على اكس تسمى بالبي لي اكس، اذا بي لي اكس. قبل ما نروح ننتقل الى الار ليكيب، البي لي اكس هذه اسكو في نفس اتجاه المحور ولا عكس اتجاه المحور؟ شوف انت مليح، شوف لي عند البي وشوف لي عند المحور. هذه دايره نحو الاسفل هكا يعني هابطه، وهذه ايضا هابطه، هابطه وهابطه معناها في نفس الاتجاه نحط لها زايد. لكن العلماء يا اخي قالوا لكم ما كان له الزايد لانه زايد ثلاثه هي نفسها، الزايد ما يأثرش، اذا نخليوها كيما هكا فهمنا. نروحوا للآر، الآر كيفاه دايره على المحور ولا على السطح؟ الآر عمودية، قالك الأستاذ أسامة قاعدة أي قوة عمودية على السطح تساوي الصفر، إذا رايحة. نبقاو الآف، الآف صاحبي لازم نشوف هنا، الآف هي كيما قلنا عكس جهة الحركة، معناها المحور هابط والآف تاعي طالعة، معناه كي ندير الآف صاحبي العزيز راح نسبق لها بالناقص. ماذا يساوي؟ يساوي ام في ا، الأ ما نحركهاش. تحب تسميها صاحبي ا اكس نورمال، هي في الحقيقة لازم تسميها ا اكس، علاه؟ لأنه سقطنا وفق المحور اكس، فهمنا؟ ومنه أكبر حاجة اللي تقلقني اللي هي عبارة البي اكس، ما تقلقني ما والو، نجي هنايا نكون حادق مليح، خي على بالي بلي هذه هي البي. أنا نجيب بي اكس ندير لها انسحاب من اللي كانت هنا نجيبها هنا، خي قلت لكم ديما نخدمو وفق مثلث، ها هو صاحبي. نجي عندي هذه هي الزاويه تاعي وعندي هنا هذه هي الالفا، تفهمنا؟ بون انا على بالي بلي هذا هو مثلث يا اخي، هذا هذا وين كاين هنا؟ هذا مثلث. المثلث هذا واش يقابل؟ هذا مثلث تحب نرسمه لكم بالتكبير، هذا هو، هذه ايكغريك ايكغريك فتحه هذه. بالنسبه للمحور عندي هذه بي وعندي هذه هي بي لي اكس، اذا بي لي اكس. عندك الزاويه الفا، واش يمثل الاسود ايكغريك ايكغريك فتحه بالنسبه للزاويه الفا؟ هو مجاور. واش يمثل بي اكس بالنسبه للالفا؟ اللي هو مقابل. انا نحوس على بي اكس اللي هي مقابل، على بين مقابل يخدم مع السينوس.
حيث سينوس الفا ماذا يساوي؟ هيا مع بعضنا، سينوس الفا هو المقابل اللي هو بي اكس، على بالي سينوس الفا هو المقابل على الوتر، خي هكا ليكيب الوتر يساوي المقابل شكون تاع الفا اللي هو بي اكس، ها هي بي لي اكس على الوتر، الوتر شكون؟ هذا هو الوتر يا اخي، الوتر اللي هو بي، ما ننساش هنا بي اكس اللي هي سينوس الفا. انا نحوس على بي اكس، اذا بي اكس هي بي في سينوس الفا، فهمنا؟ ومنه بي دي اكس يساوي بي في سينوس الفا. عادي جدا نكملو، بي اكس اللي هي بي في سينوس الفا ناقص اف يساوي ان في ا او شي ا اكس. انا على بالي بلي بي كاين قانون اللي هو بي يساوي ام جي، ومنه خي بي هي نفسها ام في جي، فهمنا؟ ناقص عفوا في سينوس الفا، هاهي ان في جي في سينوس الفا ناقص اف يساوي ان في ا لي اكس اللي هي دي في على دي تي. نحب نخرج معادلة الحركة نقسم على ام ولا تهنيت، هيا خرجوها مع بعض إذا حبيتو. إذا دي في على دي تي واش يساوي؟ يساوي نقسم كلش على ام تولي لي جي، هاهي يا أخي ام كي نقسم على ام تولي لي ام تروح مع ام، إذا تبقى لي جي في سينوس الفا ناقص اف على ام، ناقص هاي الاف خي كانت الاف وحدها كي نقسموها على ام توليني ناقص اف على ام، وبيان سور كي تخلص من العباره تحطها صاحبي العزيز في اطار. هذا هو الاسقاط اللي غلطوا فيه 90% من تلاميذ البكالوريا، ما يعرفوش وين محور يسقطوا، ما يعرفوش يخيروا المحور، وما يعرفوش وين اتجاه، ما همش فاهمين برك لي باز هذو. درهم لكم الاستاذ اسامه، اذا الى نهايه الفيديو بربي ان شاء الله يكون الاستاذ اسامه في القمه. اي حاجه اللي كي تحتاجوها انا عندنا في انستغرام اللي هو استاذ اسامه طراز حذاري، تلخ طراتين ملخصات، الملخصات اللي كاينين في الفيزياء صاحبي العزيز، حذاري ثم حذاري.